شورة الزينين وباش تناقر به الاحرار في الفيسبوك وتذهبيه وتسخن الفرفاره الاولى غادي يجيك على من الخطر المخزن يتامر علينا وقولكم نكملوا لاسويت تاع الفيلم الاول هيا واش نديرو نرفدو المواشين تاعنا ونرفدو دوك البراس ونرفدو قهوينا ونرفدو اموراتنا وشيرانا ونروحو نديرو شي مناوره ولا زوج ولا ثلاثه في تندوف ولا في بشار ولا وتكمل المسيره وبقوا ها المغرب ها المخزن ها الدنيا هكذا وحنا نزيدو حتى 40 سنه في الحكم واحد اخر وانتم بقاو لهينا غير في ذاك المشروع ابقاو لهيان والتقرير المعصير والبولي زيرو وقضيه ماشيه والقضيه ماشيه وهما قاعدين في السلطه والسلام عليكم وانت قعد تهايط في من تنقز من 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 تيك توك لتيك توك تسب في الناس وتنقز من فيسبوك من باج لباج تسب في الناس وهي رايحه كيما هكا نفس العقليه. بالمناسبه عثمان عثمانيه من اكبر العصابات التي لا تقل عن البوال شنقريحة نفس المنهج ونفس الطريق ومتورط هو كذلك في التسعينيات. علاش دائما ساعة نجبدو على التسعينيات؟ لأنها صافي بارتي دي ليستوار داخلة في التاريخ مرحلة مرت بها الجزائر وصافي بارتي دي ليستوار وهاد لي جون صافي بارتي كيف ثاني في هاد ليستوار هاد الناس هما ثاني داخلين في نفس المرحلة. هادي باش تكونوا في الصورة مالا ديرها في حسابك مليح يا شنقريحة ان الماء راه يجري لك تحت 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 مشغي تحت تحت رجليك. مرسي خويا الماء مشي راه غير يجي لك مرسي امين مشي غير تحت رجليك راه يمشي الماء راه دخل لك حتى للشومبره كوشي. وقول راه يهضر مع انك تعرف كي نهضر لك في هاد الصوالح ونكون سيريو تعرف كي نهضر سيريو تعرف كي يكون مسخر ولا نقصار ولا مي كي يكون نهضر سيريو راك تعرف السوريو راك عارف كي يجي داير ماش باغي نزيد البوليتيكيها بزاف. شكرا كاميرتي مانيش باغي بوليتيكيها بزاف 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 خاطر حتى لازم حتى نولوا لها بقوه وصراشه مش وشراسه نرجعوا لها بصراشه. ما انا كنت غير كي جبدت على انا قصتها غير هكا هذيك المعلومه اللي قصتها حول وسموم حول عبد الحافظ عليهم المستشار تاع تبون قصة هذيك المعلومة حول الصراع القائم بينه وبين بوعلام باش نفتح لكم قوس ربما اللي ما سمعوش بوعلام كي حكيت على بوعلام هو أقرب المستشارين وأقوى المستشارين عن تبون هو أقربهم إلى تبون لأسباب ولعدة أسباب أقربهم لأنه ابن المنطقة تاعو مع تحياتنا لخوتنا في مشرية وفي عين الصفراء هو بتبون من مشرية دائرة مشرية ولاية النعامة وبوعلام من دائرة عين الصفراء ولاية النعامة ينحدراني من نفس المنطقة وكبر في مشرية بوعلام اشتغل قاضي وخدم في وزارة العدل وخدم في عدة مناصب قضائية بعد حل جهاز الدياراس جهاز بكري تاع الدياراس كان يسموه دائرة الاستعلام والأمن هاد ديبارتمون تاع الدياراس هي اللي كانت ماسكة جهاز التنصت وتسمع به كل المكالمات التليفونية للمسؤولين يسمعوهم ماشي باش يحاسبوهم ولا باش يسمعوهم باش يشدوهم ملفات على بعضهم البعض. بعد ما حلوا هذا الجهاز وأصبح هذا الجهاز بعد ما كان جهاز مستقل وعنده كامل الصلاحيات هو جهاز تاع مخابرات إرهابية كما يعرفها عامة الشعب الجزائري
تم ضمه إلى رئاسة الجمهورية تحت اسم DSS، غير هذا الاسم. فحولوا هذا الجهاز تاع التنصت إلى وزارة العدل، واللي كان ماسكو في وزارة العدل كان ماسكو بوعلام تصنت، كان يسجل كل المكالمات تاع كل جماعة كلوب ديبا. كلوب ديبا هي محمية، كلوب ديبا هي محمية، اللي ما يعرفش كلوب ديبا هي محمية للعصابات، إقامة الدولة مخصتها الدولة فقط للعصابة، شكرا كنكس، مخصتها العصابة فقط لأزلامها وجماعتها اللي المقربة لها. في كلوب ديبا ما كانش غير لي فيلا والشاليات، باش يكون باش يكونوا في الصورة خاوتي، تكون عندكم معلومة. كلوب ديبا فيها حتى تحت البريكة، كلوب ديبا فيها حتى واحد الباطيمات صغار صغار، ماشي باطيمات ولا باطيمات صغار، عمارات صغيرة دايرين فيها كل الصحفيين اللي يشتغلوا في القناة الأرضية، القناة الأرضية اللي يجيبوا فيها الدحدوح. مسكنينهم هادوك، علاه تقولي عليه كذب عليك تاع الثمانية؟ وعلاه تاع الثمانية يقولك الجزائر راهي في الريادة وراهي في العالمية وراهي في، يكذب عليك لأنه عايش هو في كلوب ديبا. كل خدامة بداها من المدير إلى مدير القناة إلى مدير الأخبار إلى الصحفيين نورما، هادو قاع يسكنوا الداخل في كلوب ديبا، عطينهم بطيمات تما الداخل، يعني ما يعيش معاك حبيبي، يعني ما يسكنش معاك، مرسي مروان، يعني ما يسكنش معاك، يعني ما يعانيش كيما انت، وما يخلص الفاتورة تاع الضوء اللي انت تخلصها، وما يخلص الفاتورة تاع المال اللي انت تخلصها، وما يخلص الفاتورة تاع التليفون اللي انت تخلصها، وما يخلص الفاتورة تاع الانترنت اللي انت تخلصها، وما يخلص الكريا اللي انت تخلصها، وما يشريش دار ما يحتاجها.